أهلا أهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم، ساندويتش كودو المثلث اللي رجعهم للترند مرة ثانية. يلا نبدأ. راح نبدأ أول شيء بتتبيل الدجاج. قطعته إلى شرايح بهالشكل، راح يتبل بالثوم المهروس، وعندي هنا زيت الزيتون، خليكم كريمين فيه لأنه هو اللي بنحمس فيه، وعندي هنا ملح، فلفل أسود، وبابريكا، وماجي بديل الماجي، وهنا فيه الصويا صوص. راح نحركها كلها مع بعض. قلبت كل المكونات مع بعض وعطاني الخليط اللي ريحته تبارك الرحمن. يلا ننتقل للخطوة اللي بعدها. راح ننزل مكعبات البصل ومعها على طول مكعبات الفلفل الرومي. راح نضيف الآن، عندي هنا شرايح الدجاج، نستهر بالتبليل لحد ما تستوي. استخدموا أي نوع تورتيلا أنتم تبون، حتى اللي يكون مثلاً حار أو يكون الأخضر اللي بالخضار اللي تبون، بس يكون الحجم الكبير عشان نقدر نقفله زين. راح أحط كمية حلوة من حشوة الدجاج، بس لا تكثرون عاد أوفر عشان تتقفل معنا. بعدها عندي هنا خليط ما بين التباسكو والسراجة، شيء بسيط، اللي ما يحبها عاد يشيلها، معناها هي اللي بتعطي نكهة. وعندي هنا ملعقة صغيرة مايونيز، المفروض اني حطيتها تحت الدجاج بس يلا حار هو بيذوب المايونيز. الإضافة الأخيرة نوعين من الجبنة الشرايح، عندي هنا الجبنة البيضاء، وكتروا، وعندي شريحة كاملة من جبنة الشدر الصفراء. ونقفلها بطريقة الطي، يعني نجيب هذه على هذه ونضغط، وبعدين الجوانب هذه نقفلها بشكل مربع ونخليها ونكمل باقي الكمية. شغلت الحماصة عشان تسخن شوي، وراح أرشها بشوية زيت زيتون، هي ما راح تلزق بس عشان تعطيني لون حلو للتورتيه.